بودكاست واليوم حنلعب نزلات بالشجاع الجديد، ولكن كون زاد كلب لعب الحرب السفير وكمان على حبتين الحلبة العادية من تكرار تومي وحلبة هاسبوري الجي تي الحرب السفير. فهذا هو البيب الرئيسي في مقطع اليوم، وهو حيختبر قوته وحنشوف كيف حيقدر يفجر ويدمر كل بلعبة الجي تي وبلعبة الحرب السفير. الشجاع فتن على بدو أم شجاع الجي تي بتقنية الحرب السفير، روح شوفوه لو ما شفتوه حطلع منها في الانت لاي. طب نبدأ نشوف اي حلبة حنلعب وباي بيب حنبدأ نزلات. فنذكركم اذا ما كنتم مشتركين اشتركوا في الجرس تنبيهات وابغى زي بالله خلونا نفجر مقطع هذا لايكات نوصل للفين 3000 لايك. وفي معلومة ما حد يعرفها عن متجرنا سويت تويز، انه حاليا بدأنا بتوفير بلابل اصلية من هاسبرو الاصل الامريكي ونزل اول بيب الامس، فالحقوا عليه كمية مرة محدودة يعني حد اللي يلحق عليه اصلا بعد المقطع هذا عطل حيخلص. فروح شوف رابط المتجر حيكون تحت الوصف والحقوا على البلابل الموجودة والكميات المحدودة. ويلا الحين خلونا نبدأ بالنزالات، ترى التوصيل الجماعي دول العالم في المتجر. النزال حيكون حلبة عادية من تكارا تومي، حيكون بين براكن والشجاع كلهم هايبر سفير. يساب يميني براكن والشجاع الهايبر سفير. اوكي اوه فاز براكن. الثانية الشجاع يفوز. يلا يا شو فاز الشجاع وحطم براكن. نلحق بالكهرب والشجاع اوه يا شجاع. اللي بعده الفاز الشجاع. فايو شجاع الجي تي. يا جماعة حلبة هذه مرة ما حد ينفع، البلاب كل شوية قاعد تخرج كل شوية حرفيا، حذفنا يمكن 10 مقاطع دحين لقطات يعني. فحنجيب دحين حلبة الهابس فيه. حلبة الهابس فيه في البداية حنلعب بهذا الشيء اللي يساعد البلاب انه يطلعوا كذا ويسووا هجوم والخاصمة الأعلى ويرتدوا على البلاب الثانية وزي كذا. طبعا كلنا عارفين انه ما حيصير هذا الشيء. يلا قاتل مرة ثانية وشجاع. يلا يا مقاتل يلا يا شجاع. اوكي زال حامي من اول في ضربات قويه. اللعيبه الشجاع عندهم شويه يعني ما يدري لفتره طويله وتعادل 2-1. الزاويه هذه شويه انا عرضت الزاويه كبرتها يعني شويه، الجوده حتكون شويه سيئه. بالحين العب جولتين كذا بس نوريكم الحلبة والنزال. اوكي ضربه واو بين. طيب اخو جاي دخل ضربه واو واو. هذه احلى ب 500 مليون مره، فنزلت فيه طلع حلو في بيرستات اشياء رهيب. اخلي الزاويه لنا صراحه جيده بس ما كل شيء. اوكي من الحاكم انجلد بهدل. ثانيه ما عنده ولا كليك. نايس. نلعب النمط الثاني للحلبه تكون زي كذا، كي نفس حلبه الجي تي اللي هي اول حلبه نزلتها هاسبرو اللي بلابل الجي تي كانت زي كذا، بس المنطقتين متساويتان اللي هي هذه وهذه. كيف اللعب الحين متساويتان؟ صحيح. يلا اثنين الحاكم الكوره فاز والله بلبلي. اوكي يلا اللي بعده جوله ثانيه نفسه. يلا شو This is my bay. لا حطمه لا This is my good bay. الاحمر الدفاعي واشجاع الجديد. ما في بس ما قاعد يحطمهم دحين ما ادري ليه. من اول المشكله من اول قاعد يحطمهم بس دحين مو راضي. اوكي كيف بلبل جي تي الدفاع؟ قطع هابس فيه؟ اوكي ايوه هم زي كذا ما ادري كيف كاتبين دفاعي. واو ايش؟ زقت مع الدفاع قاعد هو هذا. اوكي نرجع الزاويه كذا صح حترجع جوده المقطع يعني جيده. يلا اي بيب ثاني نزل للشجاع خلينا نحطمه. ترى قلت الشجاع كان الاخ كليك الملك حينتقم والشجاع حيفوز. نحطم مره ثانيه نحطم مره ثانيه. ايه طفل مدفع لا اله الا الله. والله انا واقف كذا مصدوم عارف ايش غنديك واقف مصدوم. جولة ثانية. الشجاع. قاتل. واو القاتل. واو المقاتل اوكي شخصنها. انا مو البطاني وحشني البكاني. اوه بيبي بيحطم الشجاع. اوه البيبي؟ يب. ما شاء الله. خلينا نرجع للنمط الاول. يلا. فاعل. قاتل. يا. ايه اوكي فاز الافاعي. اللي بعديه حيكون براثن هيل.
اول مره بلبل بحياته هذيك المباراه. كهو حطم الشجاع. يعني قصدي الشجاع حطم. اوكي يا الوحش الصغير المقاتل الصغير اقوى بلبل جي تي ال دحين. يدمر يدمر من الشجاع. اخذ اللقب اقوى بلبل جي تي. فبس هذا من كل اللي مو عندنا. لا كل اللي عندنا. اللي عندنا كتير فهذا اللي مو اللي عندنا. صحيح. فبس هذا كل عمل المطلوب. اسلاك وشبكات العجيب والتنبيهات. كل مواقعنا التواصل الاجتماعي حيكون تحت صندوق الوصف. يعني انستغرام سناب اي حاجه. انتساب واضح حيكون تحت. رابط المنجر حيكون تحت. كل حاجه تحت. وصلنا للختام ومع الصوره. شجاع يقول لكم لايك. لازم لايك. لايك كثير لازم. واشتراك لازم اشتراك. شجاع باكستاني؟ ايوه. شكله لايك كثير لازم. لا شجاع هو من امريكا. لا امريكيه. انا كنت حقول امريكيه بس هو من امريكيه بس عشان تفهم عربي يعني فقاعد يتكلم باكستاني. عربي باكستاني. عربي باكستاني. نايس. عربي مبستكن. طلعت النصر سيف الوهاج شجاع المتقد واليوم ايضا مظلم واللي هيب الاسطوري واللي هيب الحارق. تقريبا هذول اقوى 6 بلاعب في الليفليوشن كلهم حاليا موجودين في المتجر. وحفتح لكم الشجاع الحين قدامكم واوريكم ان البلبل قد ايه جودته خرافيه ورهيبه. كل منتجات جماعه الخير موجوده في المتجر بكميه جدا محدوده. المنتج من تي دي جاي بنفس تصميم العلبه الاصليه من تكاباتومي. جاي بنفس القطعه الاصليه زي ما انتم شايفين. ولما نفتحه هيجي مع البلبل الاساسي اللي حاليا عليه تخفيض اسطوري بسعر 35 ريال بس. 35 ريال سعودي. فتصل عليه جهاز اطلاق تقريبا. هنا احمر وهنا ابيض وهنا ابيض. يعني هذول يجي معاهم مساري وهذا يجي معاه يميني. هذا احمر وهذا ازرق. جهاز اطلاق حبل يا جماعة الخير. شايفين كيف؟ نفس جهاز اطلاق اللي كان يجي مع الوميض اللامع في الموسم الاول. هو راح يجي مع جهاز اطلاق وهذه هي المجموعة او البلبل يعني. لير. جاي مع السكرات. اوكي شوفوا السكرات جوا فانتوا تركبوا السكرات. يعني كانكم اشتريتوا بلبل اصلي بس ب 35. فالديسك نفس الديسك نفس الدرايفر ونفس الفريم. شجاع المتقد الاصلي من تكاباتومي ولكن بسعر 35 ريال سعودي ويجي معاه افضل جهاز اطلاق حرفيا حبل يعني منفرد يعني مو يمين ويساري. اخر شيء بس بسمعكم صوت التيث. توقع كذا واضحه قديش من جوده المنتجات هذه رهيبه. انا صراحه لاقى عليها اقبال يعني جيد في المتجر بس مو زي المنتجات الثانيه اللي هي السوبر كينج والدايناميت وزي كذا. وقاعد استغرب لانه اي منتج ترى قاعدين يجيبه في المتجر يكون جودته اسطوريه مره وبسعر يعني منافس يعني سعر في متناول الكل. فعشان كذا استغربت من هذا الشيء حبيت اوضح لكم هذه المنتجات. الوميض يا جماعه الخير حبيت اوريكم بلبل يميني وبلبل يساري. اعتذر عن الاطاله ولكن بشكل سريع هذا الوميض نفس الدرايفر نفس الليف ما حفكها. هذا جهاز اطلاق اللي اقول لكم عليه نفس حق الوميض اللامع يساري من افضل اجهزه الاطلاق عندنا في المتجر. الحين باقي عندنا اخر منتجين. هذا المنتج الثاني يا جماعه الخير هو عباره عن زي السبينرماد ولكنه مقلد ولكنه من افضل الشركات المقلده. فحيجيكم اثنين سبينرماد مع المسدس سلاح الاطلاق. المقطع ذا كان من افضل المقاطع عندنا في القناه. سويت انبوكسنج سريع للمنتج. المفروض يعني يكون مقطع منفصل ولكن عشانكم بس عشان بوريكم يعني هو قديش انه رهيب. بس خلينا نتعلم كيف اركبه وارجع لكم. فكرته خرافيه واقول لكم هي فكرته هذه افضل من الاصلي ب 13 مليون مره. فانتوا بس تاكدوا انكم تركبوه الاخير زي كذا. هذا حيرجع معاكم. الاثنين عندكم سبنرين. خلينا نفعل الكوكب. فوق قاعد هناك.